في وقت سابق من هذا اليوم وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى أبو ظبي. كان في استقباله في مطار أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، انتقل بعدها إلى قصر الوطن في أبو ظبي، حيث أجريت هناك مراسم استقبال رسمية لسمو ولي العهد، وأجريت جلسة مباحثات رسمية بين سمو ولي العهد وولي عهد أبو ظبي، تناولا خلالها أهم القضايا المشتركة بين البلدين والملفات كذلك. وتم خلال هذه الجلسة منح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وسام زايد من الدرجة الأولى، وهو الذي يمنح للملوك والرؤساء والقادة تقديرا لهم على روابطهم القوية بين بلدانهم وبلد الإمارات العربية المتحدة. اجتماعات تجرى طوال اليوم ظافر بين اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بمختلف جوانبه، الاقتصادي، السياسي، الاستثماري، وحتى فيما يخص السياحة وغيرها من المجالات. الوفد الإعلامي هنا يقوم بزيارات المؤسسات الإعلامية ويلتقي كذلك بإعلاميين آخرين وغيرهم. حتى في المجال الرياضي كذلك هناك اجتماعات تجرى بين المسؤولين في المجال الرياضي من المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة ظافر. شكرا لك حسن، كنت معنا من أبو ظبي.